بالله هيك لكن شو كان لازم يعمل هو؟ والله لازم يعمل كتير على قليلة يعرفوا عليها بيورجيها على لعبه الحلو. اي والله صراحة لعبه حلو هذا. الله وكيلك يا ابو ليلى دمرني حطمني توقعتها من الكل ها من الكل الا من ابو جانتي. طيب ما كل يا جماعة والله قطعت لي قلبي صحيح ولا لا لا الجواب هو اعترف ولا صحيح بركي زلمه حبوبها بركي بده يتجوزها ما لاحظتوا عليه انتوا والله ما لاحظتوا عليه الفتره الاخيره ما لاحظتوا عليه لك هو صار عينه مليانه بالصبايا طلع بجينا لك هي مو مشكله هلا يا ابو ليلى تخيل معي اذا انا طلبت منك طلب قادره تعمله اختي ام ليلى مثلا هلا شو بدك انت بالتخيلات كلياتها انت لك بدك تدخين لك يا ابو ليلى انا قتلني ذبحني ولا قتل لي خيانه مبينه حاطت عينه على الحراسة وما بتعرف بعد فترة يمكن يجي يقول لك أنا دهان أساس شغلة الدهان شغلة ماله شغلة بإيطاليا هو بالله أنا دهان أنا بالله هو هو ديك هو حاط باله يصير دهان أيوه ربي وابا عم نسلبها عليكم نحن كمان أنا يا بجانتي الله يحييك الحمد لله على السلامة كأنه حاطين ملايكي مقوين النار انت وياه ليش حدا بيسترجي يجيب شيرتك والله حدا بيسترجي يجيب شيرتك بغيابك ايه كملوا حديثكم اعتبروني انا مو موجود يلا كأنك مو موجود حكى عليك معلم حكى عليك سعيد حسين شو قال؟ قال انت لما اجت جينا لهون ما عرفتوا عليها هو قانونه بيعتبر انه هذا الموضوع خيانه ايه قال انه عملت كل هالشغلات والله عملت هالشغلات قال احذر ليش؟ قال مشان انت تلعب غولا إيه لك لانه انا ما عندي لا شغله ولا مشغله مشان اشتغل جولا هو قال انه اتغار منه كمان إيه بدي غار منه لك لانه مفكر حاله دسايف هو شقفه جولار فاشل لك العرضه بتصد طابات اكثر منها لك واسطع من ناله لشغلوه بسؤال بكثر ما بيكسر بطيخ ايوه مظبوط بالله عم تضحك ابو ليلى هلا من شوي كنت عم تحكي عنه انه ضروبه كلها طلعت على المليان وانت ضروبك على الفاضي وبدي يتجوز جينا وما جينا مظبوط لما لا شو جينا وما جينا بالله بتضربني هو ما بيعرف انه عم نمزح معه نحن عم تمزح وانا كمان بحب المزح خلونا نمزح كلياتنا هيك صوت عالي مع بعض صوت احمدي شو عماد شو انا والله يمكن نشف الوش تبع الدهان راح يروح نشف الوش تعال هون وشك اللي صاير نشفان لغبت يوم واحد يفضح حريش هلكون استلمتوني 10 بلدي شلون لو غايب شهر شو كنتوا حكيتوا علي العمى تذكرت انا عندي نقله بطيخ لازم نزلها السلام لا تكسروا لنا البطيخات سعيد بدك تدخل وحده الثاني العمى شو هالشباب هدول ما بيعطوا والله ما مصدر فيهم ما جوز مني شيء خلاص ولا سعيد اتركني خلاص ولا انا بدك شو بك مستعجل يا زلمه شو شو بني مستعجل انت عن جد ما بتستحي على دمك منيح لك شو بعمل يعني فكرته خاين فكرته خاين هيك كلمه بتنقال هيك العم هذا ابجانتي يا زلمه تاج راسك وراسي مفضل عليك وعلي لا بجوز علي انا مو مفضل بس انت عليك مفضل ما بصير تحكي هيك حكي يا سعيد لك ما خليت كلمه طالع نازل لما حكيتها على الزلمه عيب عليك يعني مو بعيده تحكي عني بقى لك له يا عماد انت شو عامل لي انت رفيقي وعلى راسي وعيني بعدين اخي تعال اقول لك يعني مو معقول اجت الايطاليه لهون وضلت مدري قديش وراحت وما عرفني عليها بيصير والله عن جد هيك عمل لا والله لا عن جد قال لي الاصل هالزلمه ولي فعلا مثل ما قالوا بحياتك ما تامن شوية تاكسي تعال لك سعيد تعال تعال حلوي الله حيو عمي الحمد لله على السلامة يلا السلامة يا شلونك اهلا يا جم ان شاء الله بخير شلونك وين اخي والله شلد الله حبيب قلبي الله حيو عمي ابجانتي لك شبك فلتاني برغيك رز خلاص وينو المعلم جوا بس سطيح يلا ان شاء الله نوم العوافي معلم أهلين أبو جانتي الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا رب ويخلي لنا إياك ما قلت لي شلون الجو بطرطوس كي منيح ايوه وشو قال لي كمان إنه هذا النوع تبع السمك غالي كتير والله أمي طيب شو اسمه؟ إيش بيعرفني؟ قال رفيقه لأبو جانتي جابونه من البحر هيك سمسمي نحن عنا رصاص؟ إيه أمي عنا بس ليش بدك الرصاص؟ مشان اسكبهم لأبو جانتي تبعد عنه الحسد وضيقة العين قومي تتريح على المطبخ جيبي لي اياهم قومي يلا أمي بس لخلص مرش الليمون لك قومي بترجعي بتبرشي ليك حاططهم على الرف الآخراني يمكن أنا هلأ تذكرت قومي تقبريني لك تقبرني
بطلة الجمهورية بالنق والطلمات. ايه تعبري قلبي ان شاء الله. الله يرضى عليك يا حد ويوفقك ويبعد عنك الحسد وضيقة العين يا رب. قادر يا كريم. وهذا كل شيء صار الله وكيلك يا معلمي. برضو الحمد لله على السلامة. بس كان لازم تخبرني انك طالع برات الشام. ايه والله بهي معك حق. معلمي شلون كان بده يخبرك وهو كان بهديك الحالة؟ شرف معلي. خليه لو بجانتي نعتبره لا بطل. والله اعوذ بالله خيرك سابق. حق حق معلي. خير معلم في شيء؟ لا ما في شيء ما في شيء. أمانة الله إذا حاسس بشيء خليني أخذك على المستشفى. قلنا لك ما في شيء خلاص. توكل أنت توكل. يلا خاطرك معلم. السلام. الله يحميك يا رب.